اليوم ده كانت حاجة غير عادية، بس أنا كان عندي ساعتها إحساس إن إحنا هنعمل حاجة. إيه هي؟ ما أعرفش. اتحركنا قبل منها بيوم، طلعنا من كيلو 60 من مطار القطامية على السويس، وماشيين عربية منورة وخمس ست عربيات وراها مش منورين. المهم وصلنا السويس الفجر، خندقنا في وسط العمارات، وكان معانا القوارب بتاعتنا. ساعة واحدة كده رحنا عاملين إيه؟ ماتش كورة عشان التمويل لمين؟ للعدو. لو وصلنا وكانوا هم قدامنا شايفيننا، يعني هم شايفيننا بس احنا في وسط المساكن متخندقين ومداريين والقوارب نافخينا ومجهزين كل حاجة. على سنة ساعة الصفر، بس مش عارف امتى ساعة الصفر دي. لكن تعليمات انزل المية انزل المية. الطيران ضرب عند الساعة 2، 2 وربع رجع، المدفعية اشتغلت، فضلنا نترشق بالمدفعية. هم مش احنا بتوع المدفعية، احنا صاعقة أسلحة خفيفة، بس احنا ما نزلناش في الساعة 2 بالظبط، نزلنا الساعة 5 المية. كان مشاهدنا ان انا بتمنى اللحظة ديت من سنين، لما كنت عاوز اخد بطاري من اليهود. أول ما عبرنا طلعنا الساتر الترابي، فكان في الموقع متلغم الغام، لان في الاقوى نقطه حصلنا خط برلف كله، في 40 من عندنا واحنا في الامر في الميه انضربوا دلوقتي، راحوا باللي فيهم زمايلي كلهم. في وصلات اسمها تربيد البنجلور، عباره عن وصلات مواسير كده، بنوصل واحده في الثانيه، في اخر واحده نحط الفتيل بتاع اللغم او التبرير يفتح لي مسافه امشي فيها عشان اعبر انا وزمايلي على خط واحد عشان الغام ما تجيش ناحيتنا. طلعنا على الستر الترابي، سبحان الله، في واحد قدامي كنا مسمين وحش اسمه شكري مجلع من الصعيد، لقيته هو راح نايم. قلت له يا شكري انت نمت ولا ايه؟ بس عدي يا عم، يلا خلينا نعدي. لقيته ما بيردش، لقيت الطلقه داخله من دماغه لفوق، وانا طلعت منين؟ قلت له سحبه مديني اللي ورايا، ونزلت. كان معايا جزء سلك، رحت منبه جميع زمايلي احترسهم في رشاش مصمم على ايه؟ على حافه الصدر تروح بيضرب اي حد هيطلع يضربه. كل زمايلي خدوا حذرهم، هنعمل ايه؟ هتعمل ايه يا سعيد؟ فضلت اسحب لحد ما وصلت فين؟ الراجل اللي هو حاطط الرشاش، لان هو اي حد هيعدي على الستر التراب ده هيصيبه. رحت طلع القنبله الثانيه، كان معايا 3 قنابل. القنبله الثانيه رحت رميها فين؟ في المزغل اللي فيه البني ادم ده. سمعت صويت الراجل اللي في الرشمه، خلاص انتهى. وحشرناهم من يوم 6 اكتوبر لحد يوم 13 رافعين الرايه البيضاء. انا قعدت 6 شهور ما حدش عارف عني حاجه خالص، لان انا اتحاصرت في بورت توفيق، قعدت من شهر 10 لحد شهر 4 سنه 74 قافلين على السكه، وكان في المباحثات بتاعت كيلو 101، وعملنا بطولات كتير واحنا في الحصار ده، وانا عشان نعيش ناكل ازاي ونشرب ازاي، نتعايش مع الطبيعه. وبعدين جت لي تعليمات تثبت في مكانك ما تتحركش منه الا بتعليمات، عشان في بوادر كده ان في ايه هجوم علينا يوم 22/10، مش هنسى اليوم ده في حياتي. لقينا الطيران بيضرب، المدفعيه بتضرب من كل حته، حتى هم بيتقسموا عشان يهجموا يوم هم عدوا من الاسماعيليه على السويس، وعايزين يخشوا من بورت توفيق. لو دخلوا بورت توفيق من الطريق، ما فيش غير الطريق ده اللي دخلهم بورت توفيق. كنا 6 افراد، فجي معايا واحد اسمه مجد طلبه ظابط الله يرحمه ويحسن اليه، قال لي بص يا سعيد احنا مش هنخش، لو دخلوا هنا يخشوا على المستشفى. ان شاء الله مش هخش، لو خشوا يخشوا على يدوسوا علينا احنا ميتين. عملنا كمين للاخوات دي وسبناها ايه داخل الدبابه والمدرعه، سبناها يخشوا، ورحنا ضاربين ايه الدبابه والمدرعه. كان معايا واحد من هنا من اسكندريه اسمه حسن الله يرحمه، فانا معايا لغامين وهو معايا لغامين، قلت له رص لغامين دول حسن، روح انت يا صدر رص لغامين من الناحيه الثانيه، قال له روح انت من هنا. سبحان الله، كان هو بيفديني بيه، قال له روح انت جنب الثاني. كنت شايلهم اللغامين وساكت، فاحنا لما وصلت الطريق الثاني لقيت اللغامين انفجروا فيه، حطيت اللغامين بتوعي ورجعت سحب وتربص واستخبيت فين؟ استخبيت في التراب. استني بقى لما دبابتي اول دبابه تعدي راح اللغم بتاعي راح ضارب فيها.
ضربنا الدبابة والمدرعه راح كل القوات اللي كانت جايه تدخل جوه راح راجعين تاني فين؟ على السويس طلع على جبل عتاق. اليوم ده انا شفت جولدا معير موته ديان من نظاره الميدان فين؟ فوق جبل عتاق. اليوم طلعوا استخبوا فوق في جبل عتاق وراحوا حته اسمها مساكن المثلث وراحوا متمركزين فيها وايه؟ وقعدوا فيها. انما ما نزلت بعد 73 بقيت البس الابرون وامشي في وسط الشارع كده اوري الناس ان انا ان انا ان انا من ضمن ابطال قوات الصاعقه. الله اكبر الله اكبر. بقول مشاركتي في الحرب كنت اتمنى اكون شهيد واموت وانا مستريح عشان اخذت طياري وطيار زمايلي. والله بعيط من كثر الفرحه. والله قلبي كده بيبقى فرحان لما بحكي الحاجات ديت لدرجه ان انا عاوز يعني افتكر كل حاجه قدامي زي شريط السينما كده. فجت بعد ساعات وارجع افتكرها تاني اقول لهم حصل كذا ويوم كذا. والله ولا انا ولا زمايلي نستاهل الشهاده ولا كلام من ده. بس الحمد لله ان احنا قدرنا نحرر ارضنا ونرجع ارضنا تاني بفضل ربنا وابطال زمايلي اللي الشهداء والابطال اللي كانوا معايا. عاهدت الله وعاهدتكم على ان جيلنا لن يسلم اعلامه إلى جيل سوف يجيء بعده منكسة أو ذليلة، وإنما سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة الصواريخ.